الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا، ومما سألناه أعطانا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، ما زال حديثنا متواصلا عن الرزق وأسراره، وعن مقتضيات الإيمان بالله كرازق ورزاق. وذكرنا في الخطبتين الماضيتين مجموعة من القواعد التي على المسلم أن يؤمن بها حتى يتميز عن غيره في علاقته مع الكسب وفي علاقته مع الرزق. وبقي لنا أن نتحدث عن الأسباب التي تمحق الرزق، وعن الأسباب التي تربي وتكثر وتنمي الرزق الذي يهبه الله عز وجل لنا. أما عن الأسباب التي تمحق الرزق وتنزع بركة الله منه، فيمكن أن نذكر منها: أولا، كفران نعم الله، كفران نعم الله، عدم شكر نعمة الله عز وجل. الإنسان بطبعه معشر المسلمين والمسلمات يركز النظر على ما ينقصه، ويقارن حاله المادية بمن هو أغنى منه، فلا ينظر إلى النعم العديدة التي متعه الله بها وكأنها من كسب نفسه ومن كسب يده، وأن تلك النعم يعتد أنها من البديهيات التي يجب أن يحصل عليها. ومن هنا يسقط الإنسان كثيرا في مزالق أربع. المزلق الأول: أنه يزدري بعض النعم ولا يولي لها أهمية، يستصغر بعض النعم، لا ينظر إلى عظمتها وإلى أهميتها،
فيزدريها، يحتقرها، لا يعطيها قيمة، وهذا مزلق أيها الإخوة الكرام. الإنسان المؤمن يجب أن يحمد الله عز وجل على النعم الكثيرة، وأن يتفكر فيها، وأن ينظر إليها، وأن ينظر إلى أهميتها. شحال من الناس تقول له كيف داير الحال ديالك، تيقول لك الحمد لله في هذه الساعة، يعني في ساعة أخرى غنشوف ديك الساعة واش نحمد الله ولا لا. سبحان من لا يحمد على مكروه سواه. العبد المؤمن يحمد الله عز وجل دائما، وإن كان في ابتلاء، وإن كان في سقم، وإن كان في يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى، يعلم أن هنالك نعما أخرى يجب أن يحمد الله عز وجل دائما عليها. وهذا مزلق، أن الإنسان يزدري وينتقص النعم. المزلق الثاني أنه يرى عدم وجوب شكر المنعم عليها، عوض أن ينسب النعمة للمنعم لله عز وجل ينسبها لنفسه، يقول أنا صاحب النعمة، جبتها بالدرع ديالي، وجبتها بالمال ديالي، وجبتها بالعلم نتاعي، وجبتها بالخبرة نتاعي، فلا ينسب النعمة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا مزلق واسع كبير. الذي يؤمن بالله عز وجل كالرزاق، أنه رزاق، يعلم بأن ما فيه من خير إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أنه لا يشكر الله إذا لم ينسب النعمة للمنعم، لا يشكر الله. تقول لك علاش نشكر، أنا جبتها أنا، علاش نشكر؟ وكم من نعمة عندنا لا نشكر الله عز وجل عليها أبدا. والأمر المزلق الرابع أنه لا يرى وجوب الزكاة عليها أو عنها. حنا الله عز وجل حين ينعم عليك بنعمة يجب أن تدفع زكاتها، المال تدفع زكاته، العلم تدفع زكاته، القوة تدفع زكاتها، الأولاد تدفع زكاتهم، يعني أنك تربيهم وتحرص عليهم، ويعني تقوم بمجهود في تربيتهم. كل نعمة لا بد وأن تؤدي زكاة الله فيها. وانظروا أيها الإخوة الكرام إلى قارون الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق من كل مكان، ولكنه كان ينسب النعمة لنفسه ويضن بها على الناس، لا ينفقها على الناس ولا يحسن إلى الناس كما أحسن الله إليه. وقومه حاولوا أن ينصحوه وحاولوا أن يرشدوه، إذ قال له قومه لا تفرح، إن لا تطغى، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فبما أجابهم؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، علمي ومقدورات نتاعي وخبرتي هي التي جاءتني بهذا المال وبهذه الكنوز، إنما أوتيته على علم عندي. فما كان مصيره أيها الإخوة الكريم؟ إذن لم يعترف بنعمة الله، ولم يعترف بأن الله هو المنعم، ونسب النعمة إلى نفسه، ولم يشكر الله عليها، ولم يؤدي حقها بالإحسان إلى الناس. فماذا قال الله عز وجل في شأنه؟ ما هو عقابه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وكما خسف الله عز وجل بهذا الرجل ماديا وخسف بداره، يخسف الله عز وجل بكثير من الأغنياء من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون، يخسف بأموالهم ويخسف بصحتهم ويخسف بما يحبون من ملذات ونعيم الدنيا وهم لا يشعرون، عقابا على عدم شكرهم للمنعم، على كفران النعمة، وعقابا على نسبة النعمة لأنفسهم لا لربهم. وذكر الله عز وجل لنا قصة أخرى في سورة القلم، وهي قصة أهل الجنة، يعني أهل المزرعة، مزرعة أو ضيعة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هؤلاء أولاد، ثلاثة ديال الأولاد ديال الرجال، كان لهم أب صالح من أهل الكتاب كما جاء في بعض الآثار، كان من أهل الكتاب.
هذا الرجل كان صالحا وكان دائما ينفق من ضيعته ومن غلاتها ومن ثمارها على الفقراء وعلى الأرامل وعلى اليتامى وعلى المحتاجين، يدفع زكاتها. فمات هذا الرجل وهو كان من اليمن من أهل الكتاب، منهم من قال بأنه كان من اليهود الصالحين أو من النصارى الصالحين. المهم أن كانت له ضيعة تسمى بضروان توجد بالقرب من صنعاء باليمن. فلما مات ورث أولاده الثلاثة تلك الضيعة، كان منهم واحد أو رجل صالح ابن صالح، والآخران كان ممن لا يحمد الله عز وجل على النعمة وممن لا يريد أداء زكاتها. فقرروا أن يذهبوا إلى ضيعتهم إلى جنتهم ويصرمونها، يعني يأخذون غلاتها وثمارها في الصباح الباكر. قالوا نمشي ونأخذ الغلة قبل ما يجيو دوك الفقراء والمساكين اللي كانوا تيجيو عند بانا ويطالبونا بالزكاة ويطالبونا بالصدقة. نمشيو في الصباح بكري ونأخذ الغلة، لما يجيو يقولنا ما كاينيش، داموا الأمانة أمانتو ناخذ الرزق نتاعنا. أخوهم حاول أن ينبههم وحاول أن يعظهم، ولكنه أبوا إلا أن يقترفوا ما أرادوا اقترافه، ويعني دفعوه إلى أن يقسم في الذهاب معهم إلى ما أرادوا فعله. وأقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الله عز وجل أذهب كل ذلك الرزق وأذهب تلك الغلة. لم يبين لنا الله عز وجل سبب كيفية، إما سقط عليها مطر أو ريح عاصر، المهم أن سبب من الأسباب المادية التي أهلكت الحرث وأهلكت الغلة وأهلكت تلك الثمار. فلما جاءوا صباحا وجدوها يعني قد انعدمت منها كل الثمار وكل الغلات، وآن ذاك ندموا على ما فعلوا. الله عز وجل حين يضرب لنا المثل بهؤلاء حتى أيها الإخوة الكرام نأخذ الدروس والعبرة في معاملاتنا مع الرزق. الإنسان لابد أن يعترف بأن المنعم هو الله أولا، وأن ينسب تلك النعمة إلى الله، وأن يشكر الله تبارك وتعالى ولا يكفر تلك النعمة، ثم عليه أن يؤدي حق الله فيها من زكاة وإعانة للمحتاجين والفقراء. إن لم يفعل آنذاك يمحق الله رزقه كما محق رزق هؤلاء الورثة وكما محق رزق وحياة قارون من قبلهم. فعلى العبد أن يتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لسيدنا بلال أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخف واشكر الله عز وجل، إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معشر المسلمين والمسلمات، يقول الله تبارك وتعالى في حق من كفر بأنعم الله، يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الأمن والرزق موجود من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، لم تشكر الله عز وجل على نعمه، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف، وما يحصل للقرى وما يحصل للناس في المجتمعات يحصل للأفراد كذلك. يذيق الله عز وجل بعض الناس الذين يكفرون بنعم الله ولا يشكرونها، يذيقهم لباس الجوع ولباس الخوف. لا هو متع ماديا بالفلوس نتاعو وبالرزق ديالو، ولا هو عايش في الأمن، دائما عايش في الهلع وفي الخوف الطويل. فلينتبه المؤمن إلى هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه المنزل. الأمر الثاني الذي يمحق الرزق أيها الإخوة الكرام هو الربا، هو أكل الربا أو بيع الربا أو الإعانة على الربا، لأن الربا معصية كبيرة، معصية للخالق سبحانه وتعالى، وظلم شنيع للمخلوق، وقطع للمعروف بين الناس، وإفساد للمجتمعات. والمصائب والأزمات
الاقتصادية والمادية التي يعيشها العالم الآن بسبب الربا الذي حل في كل مكان. ولذلك يقول مولانا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ولكنه يكثر من الصدقات وينميها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كفر إن يكفر نعمة الله فيتعاطى للربا إما بيعا وإما شراء. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. لعن الله آكل الربا اللي غياكله، وموكله هذاك اللي يشرك معاه باش يعطيه الربا، آكله وموكله وكاتبه. واحد يقول لك أنا ما كليت، ما وكلت، أنا غير كتبت الشهادة، بين العقد اللي بيناتهم كتبته، وجوج الناس جاو غير يشهدوا، أنا تنشهد بأن هذا عطى لهذا الفلوس وهذا رد له بالربا، هادو يشهدوا. لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كلهم سواء، كلهم سواء في المعصية. ولذلك نحن في عصر أيها الإخوة الكرام، حتى بعض الأعمال الإنسان دون أن يشعر يشارك في نشر الربا دون أن يشعر، يبيع الربا ويبيع عقود الربا دون أن يشعر، يقول لك أنا ما مشاركش، أنا ربعت، أنا بعت ولا بينت ولا دفعت بالناس إلى أن يأكلوا الربا أو يعقدوا عقود الربا، يشارك في الإثم معشر المسلمين والمسلمات كما جاء في هذا الحديث. ومما يدل على شدة تحريم الربا والوعيد الذي جاء الله عز وجل به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله ومن أعان عليه، حتى من أعان عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وليظهر الله عز وجل شناعة هذا الذنب أمر المؤمنين بتجنبه بشكل صريح واضح، فقال مولانا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك فبارز رب العالمين. يقال لصاحب الربا غدا يوم القيامة: خذ سلاحك فبارز رب العالمين، نوض بارز الله عز وجل، لأن فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني انتظروا حربا من الله. والتجربة تبين ذلك أيها الإخوة الكرام، ما أكل مؤمن ربا وشارك في ربا وهو ليس في ضرورة يعني قاسية إلا ورأينا فيه ابتلاءات لم يعهدها ولم يكن ينتظرها، إما في صحته أو في رزقه أو في أولاده أو في عمله إلى غير ذلك مما ينتقم الله عز وجل به من أكلة الربا. ونحن أيها الإخوة الكرام في عصر كثر فيه الربا وتعددت فيه المعاملات الربوية وأخذت أشكالا لا تظهر حرمتها لكثير من الناس، ولذلك وجب على كل مسلم أن يخاف الله عز وجل على دينه وعلى رزقه وعلى عمله، وأن يسأل عن رأي الدين قبل أن يقدم على بعض المعاملات أو الأعمال المشبوهة فيدفع ثمن عصيانه غاليا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربي صدقاتنا وأن يربي أرزاقنا وأن يجعلها ثمارا حلالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بالحلال عن الحرام وأن يبارك في أرزاقنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأمر الثالث معشر المسلمين والمسلمات الذي يمحق الله عز وجل به الرزق ويرفع البركة منه هو كثرة الحلف في البيع، إما في بيع البضائع أو في بيع الخدمات التي نقتات منها. فيحاول البائع أو صاحب الخدمة
يحاول أن يقنع المشتري أو المستفيد من خدمته، أن يقنعه بما سيبيعه من سلعة أو بما سيقدم له من خدمة، فيحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا على ما يريد أن يبيعه به. تبدأ يحلف بالله كما احنا عارفوا عندنا في المرشيات ديالنا، يقسم بالله والله العلي العظيم لهذه السلعه كذا، والله العظيم هذه السلعه ما شريتها غير بكذا، والله ما رابح معك ولا فرانك، والله لا كذا. كثره الحلف كذبا في بيع السلعه او في بيع الخدمه هذه تمحق البركه وتمحق الربح، كما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، تتسرح السلعة، تتبيع السلعة، تتمشي بسرعة، منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، ممحقة للبركة، تمحق البركة التي توجد في الربح. وفي في لفظ آخر: ممحقة للربح، يعني ذاك الربح اللي ربحتيه وانت حلفتي بالله كذبا على ما بعته على الخدمة التي قدمتها، سوف يمحق الله عز وجل ذلك الربح ويمحق البركة من رزقك. ومما يمحق كذلك البركة المبالغة في ترويج السلع عن طريق الدعاية الكاذبة أو كتمان العيوب التي توجد في السلعة. احنا عارفين دابا الآن تطورنا في مجال الدعايات والكومينيكاسيون، وفي بعض الأحيان الإنسان تبغي يبيع واحد السلعة ديالو أو واحد الخدمة ديالو تبدأ يدير الإشهارات وإلى غير ذلك، والإشهارات تتوجدها كاذبة لا علاقة لها بما يريد أن يبيع. بغى يبيع لك غير الساندويتش غير كاسكروت، تيبيع لك ساندويتش حمر ومطيشه تدير هكا والمايونيز تدير هكا، وداك الشيء كله رمص غير الصباغة غير الزواق. تتشوف داك الشيء تدخل عنده للحانوت تقول هذا الساندويتش عنده قدو قداش، ولما تشري من عنده تلقى داك الشيء صغيور والسلعة فاسدة. انت درتي واحد الاشهار هاش تنبيع لك، والسيد دار فيك الثقه على حساب ذاك الاشهار اللي درتي له ومشى شرى عندك، فوجد غير ما نشرته من ترويج لسلعتك فغششته، هذا غش ايها الاخوه الكرام. لا حرج ان يثني العبد على سلعته، ما فيهاش حرج ان تثني على سلعتك ولكن في الحق، هذه السلعه ديالي مزيانه وكذا ولكن بالحق ماشي بالكذوب. ووجب ويجب عليك ان تظهر عيوبها، إلا كان باغي تبيع شي حاجة بين العيب، غتبيع الطونوبيلة ديالك غتبيع السيارة نتاعك وأنت عارف فيها العيب لأن عندك، وتتخبع ذاك العيب تجي تقول له والله الطونوبيلة هكا رويس رويس ما كاين حتى مشكلة، كانت شي حاجة عليا غير تيديها وتجرى مشكلة تقول له لا عطى الله عطاه، سير رفع ضدي دعوة، سير رفع ضدي دعوة وتتحداه. المسلم لا يفعل ذلك أيها الإخوة الكرام. رحنا المسلمين أيها الإخوة الكرام كن كنا سنقوم بالشريعة ديالنا كما يجب ونسمع لوعظ رسولنا ولأوامر ربنا، المفروض الواحد حيت يتصل بك في التليفون بغى يشري منك كيبل الانترنت يسمعك سميتك محمد ولا عبد القادر بانك مسلم يجي تيجري عندك. حنا دابا العكس، غير تيشوف عربي ولا مسلم تيهرب، غير تسمع الصوت ديالك كذا فيه شويه ديال اللحن انك عربي قطع قطع التليفون، هذاك باين هذاك راه شفار وغشاش انسكو، غير تيعرفك عربي. والمفروض انه يكون العكس، حيت يسمعك عربي ومسلم او مسلم تيقول لك هذا فيه الثقه لانه تيخاف من الله عز وجل، ما يمكنش يغشني ابدا انه يغشني. هذا هو المفروض ايها الاخوه الكرام، النهار اللي يوليو الناس يشوفوا فينا بهذه الشوفه غادي يولي الدين ديالنا ينتشر، لان الناس غادي تيق في الدين من خلال معاملاتنا، حنا هما رسول الله عز وجل في هذه الدنيا. حنا هما لي زومباسادور، سفراء الله عز وجل في الارض هما حنا. فاذا اردت ان تقنع الناس بصلاح الإسلام وبخيرية الإسلام عليه أن يرى فيك خيرية الإسلام في معاملاتك في بيعك في شرائك في عملك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. زمان كانوا الناس تيقولوا حيت يشوفوا شي خدمة نقية بحال هادشي اللي تشوفوا تيقول لك سا سي لو ترافاي داغاب، هذه الخدمة ديال العرب، شو هذه الخدمة يقدر عليها حد. الآن تغير تقلبت الآية، لما تيقول لك لو ترافاي داغاب يعني راه مشوه ما فيه ما يتشاف. قبل كانوا تيقولوا لو ترافاي داغاب انه تخاف متقون، علاش؟ لان الناس كانوا تيخافوا من الله. يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، هذا العمل ديالنا السلف نتاعنا كان العمل، ولذلك حنا هذا المسجد زوقنا بهذا الشيء باش نعرفوا كيفاش كان السلف ديالنا يشتغل، وما زالت الاندلس تتحدث عن عمل الصانع المسلم كيف كان الذوق الرفيع والعمل المتقن والثمن المناسب
والعمل الذي يدوم قرون. المساجد اللي تمشي تشوف المساجد اللي في الأندلس ما زالت قائمة لحد الآن قرون. حنا المسجد تتبني اليوم تتشقق، تدوز عام عامين تتشقق. علاش؟ البناي غشاش والخدامة غشاشين والسلعة مغشوشة وما بقينا حنا براسنا ولا تنغشوا، مع أن الإسلام عكس يعني ما نحن عليه الآن، يدعو إلى عكس ما نحن عليه الآن والعياذ بالله. البخاري ومسلم يرويان عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان، يعني البيع المشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما حد البيع والشاري ما تفرقوش، الخيار نبيع لك ولا ما نشريش من عندك، نشري من عندك ولا ما نشريش، مازال ما تفرقنا، مازال ما تفاهمنا، ومازال ما عطيتك الفلوس نقدر نبقى تعطيني وتقول لي ونهضروا ما عجبنيش الحال، السلام عليكم. السلام عليكم بالخيار، ماشي تقول السلام عليكم تبدا تغوت عليه وخليتينا نجبدوا السلعه وضيعتينا الوقت نتاعنا، لا، بالخيار. ما لم يتفرقا، لما تفرقوا صافي، باع وشرى، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الى صدقوا في البيع، هذاك اللي تبيع تقول له السلعه ديالي هكي دايره صادق، وبين العيوب، يبارك الله عز وجل في بيعهما. حنا الواحد فينا تيكون مثلا شي واحد حريفي وتيجي شي واحد باغي يبيع شي حاجه وديك الحاجه غاليه، تيجي تقول هذه ما تسوى والو، هذه ما بقاش في السوق تدور، ما عندها لا قيمه ولا والو، نعطيك فيها 10 دراهم وهي راه تسوى الالاف. وتتجوب بعض الاحيان انسان غير مسلم تيجي عنده واحد تيقول له شحال باغي في هذه السلعه؟ باغي فيها 4000. تيقول له لا، هذه السلعه راه غاليه، راه تسوى 10000، انت طلبتي 4000، انا نعطيك فيها 10000 لان الثمن ديالها غالي. حتى اللي غادي يشري تيخصو يبين، حتى اللي غادي يبين بان راه البيع ربما راه مغبون، ما تيغبنوش. واحد جاي يبيع السياره ديالو هو مسكين ما سيق الخبر، راجل كبير ولا شي حاجه ما سيق الخبر الثمن ديالها، جاي يقول لك اعطيني فيها 5000 اورو، وانت تشوف السياره الثمن ديالها راه 10000، ماشي تقول مزيانها ونقصنا واحد شويه ومزيان، لا، تقول حضي راسك راه 10000 تتسوى 10000، انا ما بغيتش نغشك. وقد ذكرنا حديثا في خطبة سابقة عن ذلك، الرجل الذي وجد مالا في قربة في الأرض التي اشتراها من صاحبها، ورجع له القربة ورجع بالفلوس ديالها بالكنز تاعها، قال له أنا شريت من عندك غير التراب، ما شريتش من عندك داك الشيء اللي في وسطه. والآخر قال له أنا بعت لك أنا بكل شيء، أنا ما ناقش هذه القربة، والآخر تقول له ما ناقش هذه القربة. هذا هو الحق أيها الإخوة الكرام، هذا هم الناس اللي بغاو أن الله عز وجل يبارك لهم في الرزق نتاعهم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، كذب أو كتم، يعني ما بغاش يبين العيب، يقول لك أنا ما كذبتش عليه ولكن ما بينلوش، كذب أو كتم، فإن كذبا أو كتما محق بركة بيعهما، محق بركة بيعهما. ربي غادي يمحق ذاك الربح، والله ما يربح به، ديروا في جيبه ولكن ما غينفعوش، غيمشي له بطريقة أو أخرى. هكذا يجب أيها الإخوة الكرام أن نتعامل مع إيماننا بالله عز وجل كرازق، حيث تقول آمنت بالله أنه رزاق ورازق وآمنت بصفات الله، هذه المعاملات اللي خصنا نتعامل معها، بأن الرزق من عند الله عز وجل، ما نغش الناس اللي غنبيع لهم، ما نغش الناس اللي غنشري من عندهم، والرزق راه عند الله تبارك وتعالى، وهكذا يجب أن نتعامل فيما بيننا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك العافية في أبداننا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وأنه لا من جملك إلا إليك. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.